خليني أخذ مكالمة أو المكالمة من الأخت مريم. الأخت مريم من مصر، أهلا وسهلا أخت مريم. سلام المسيح يا أسيس. سلام المسيح معك، شكرا كتير. أهلا بيك ومرسي على إتاحة الفرصة ومرسي على الخدمة بتاعتكم، لأن الناس عطشانة ومحتاجة يعرفوا الإله الحقيقي، وربنا كمان عايزهم يعرفوه. أنا يا أسيس كنت مولودة مسلمة وعشت حياتي فترة طويلة، كان الستراجل الأساسي بتاعي قادم من إن أنا مؤمنة بإن في إله وإن أنا كنت بتبعه بأمانة. حتى في وقت الإسلام كنت بتبعه بأمانة بالأعمال كلها، كل الأعمال اللي هي اتقلنا عليها من وإحنا صغيرين كنت بمشي عليها بحذافيرها، لدرجة إن أنا كمان حتى حجيت، عملت عمرة، كنت باب الزكاة بطلعها حتى على الذهب، وده قليل قوي إن حد تلاقيه بيطلع زكاة على الذهب اللي هو بيلبسه، فكنت بعمل كده، كنت بحاول أصلي على قد ما أقدر. مش هقول إن أنا كنت بيرفكت في الصلاة، لأن كانت الصلاة طبعا كانت شوية ملهاش علاقة بالصلاة اللي نعرفها اللي هي الصلة ما بين الله والإنسان، فكنت بتلخبط في عدد الركعات والحاجات اللي بتلاقي معظم المسلمين بيعملوها. ما أقدرش أقول إن أنا وأنا مسلمة كنت بعمل يعني fatal mistakes، كنت بحاول إن أنا أكون برضي ربنا بكل الطرق، بس كان الاستراجل بتاعي إن كان أما أشوف أي مخلوق حواليا كنت بحس إن هو أكتر إنسانية من الإله اللي أنا بشوفه في القرآن، أقصد أقول التشريعات اللي جاية منه. وكمان كنت بحس إن هم حتى إيفن ما ببص على نفسي أنا أكتر إنسانية من الرسول اللي بتبعه. فكان ده الاستراجل بتاعي، يعني كنت عندي إيمان إن ربنا اللي هو اللي خلقنا أكيد هيكون أحسن مننا كأشخاص، لأن إحنا إذا كنا مستمدين أي صلاح فأكيد مستمدينه من السورس اللي إحنا جايين منه. فكان هو ده الاستراجل بتاعي، كنت مؤمنة إن في ربنا، كنت بحاول أمشي بأمانة مع ربنا، لكن كنت مش عاجبني التشريعات أو الحاجات اللي بتدعو للجهاد أو التشريعات الظالمة للمرأة. فكنت بعرف يعني أول حاجة كنت بتكلم مع ربنا، كنت بكل أمانة وكل اتضاع. ده اللي أنا عايزة يعني أنصح بيه أي حد من إخواتي المسلمين، أنت واثق إنك إن في إله، وإن الإله ده حي وبيسمعك. مش معقول أنت تكون بتسمع وإلهك ما بيسمعش، مش معقول تكون أنت ناطق وإلهك ما بيتكلمش، مظبوط؟ فأنت أقعد مع ربنا قاعدة بأمانة، قول له يا رب أنا عارف إنك موجود، من فضلك اظهر لي ذاتك، اظهر لي إيه الطريق الحقيقي، هل أنت في طريق القرآن ولا في طريق تاني؟ أكيد ربنا هيسمعك وهيستجيب لك، وده اللي عمله معايا وعمله مع ألوف غيري. الرب لا يترك بنفسه بلا شاهد، دي آية في الإنجيل، دي حقيقة. كمان إحنا في لو قرينا في الكتاب المقدس، المسيح كان بيتوجه بآية بكلام لليهود، كان بيقول لهم فتشوا الكتب لأنكم ظننتم أن بها حياة وهي تشهد لي. الآية دي أي نعم هو المسيح كان بيموجهها لليهود، بس هي أبليكابل لأي مخلوق، في الإسلام، في البوذية، في أي حتة. أنا بنصح كل مسلم دور على المسيح في كتابك، في القرآن نفسه. مش معنى المسيح هو الإنسان الوحيد بشهادة القرآن اللي لم يمسه الشيطان عند ولادته، دي حديث صحيح عن محمد. محمد قال ما من ابن آدم ولد إلا ومسه الشيطان إلا عيسى ابن مريم. هي عيسى ابن مريم الوحيد اللي لم يمسه الشيطان عند ولادته. ليه عيسى ابن مريم الوحيد؟ طبعا احنا بنتكلم عيسى بمنطلق المسلمين، احنا منعرفش عيسى، احنا نعرف المسيح يسوع المسيح، فأنا بس بكلمهم باللغة اللي هما بيفهموها. ليه المسيح هو الوحيد الذي لم يخطئ بشهادة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام؟ ليه؟ ليه المسيح هو الوحيد اللي اتولد بمعجزة بدون زرع بشر؟ ليه؟ ليه الوحيد اللي مازال حي؟ واللي بتلاقي المسلمين البسطاء في الأسواق بيحلفوا بيقولوا والمسيح الحي، ليه بيقولوا كده؟ ليه هو الوحيد الحي وإن نبي الإسلام نفسه مات ومدفون وعارفين مكان دفنه؟ ليه؟ اسأل نفسك الأسئلة دي.
دور في القرآن نفسه، ليه القرآن ذكر إن المسيح هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم؟ أنت عارف أيها المسلم إن الآية اللي أنت بترددها صباحا ومساء وأنت بتصلي إن هي دي الثالوث بتاعنا، ده إيماننا المسيحي، إن الله وكلمته وروحه هو المسيح، كلمة الله وروحه، إحنا هو ده الثالوث بتاعنا، مش الثالوث اللي هو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي أولياء. اسمع أي قداس بيتزاع على القداس جاي قريب بتاع عيد الميلاد، هتلاقي بنقول بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا مش كافرين، إحنا مش بنؤمن بثلاث آلهة، إحنا بنؤمن بالله الواحد الحي بروحه والناطق بكلمته وهو المسيح. لو بحثت في الإسلام هتجد المسيح، لأن المسيح قال فتشوا الكتب. إحنا إلهنا قوي، إلهنا ما بيخافش، إلهنا عارف إن أنت لو فتشت بتواضع قلب هتجد المسيح، لأن المسيح هو الإله الحقيقي، وإحنا مخلوقين وعندنا عطش وجوع طبيعي للاتصال مع الخالق، مخلوقين كده بالفطرة. فلو أنت قعدت مع الله قعدة حقيقية وقلت له يا رب من فضلك اظهر لي ذاتك أنا بدور عليك، خليك واثق ومطمئن إن ربنا أمين لدرجة هيساعدك زي ما ساعدني، وهيتعامل معاك بالطريقة اللي تنفع معاك. أنا واحدة من الناس كنت لازم كان ربنا يتعامل معايا الأول بشكل عقلي، لأني أنا كنت في الأول أنا بفكر critical thinking. أسيس إحنا عندنا مشكلة في دولنا العربية إن إحنا متعودين على التلقين من وإحنا صغيرين، مسلمات بالضبط، إحنا اللي بناخده من أبونا بنقول وراء أمين. بس حياتك الأبدية يا أخويا المسلم يا أختي المسلمة، حياتك الأبدية بجد it worth إن أنت بس just put some effort، اعرف يعني حط شوية مجهود وما تاخدش الكلام زي البغبغانات وتردده. قول طب أنا إيش ضمني إن أنا اللي صح؟ ما اليهود بيقولوا إحنا صح، والمسيحيين بيقولوا إحنا صح، والمسلمين بيقولوا إحنا صح. طب إحنا عندنا reference واحد، اقعد مع ربنا قول له يا رب انت فين، وهو امين وحيظهر لك ذاته، لان عمل كده معايا، عمل كده مع ناس كتير اعرفهم، عمل كده مع كل شخص قعد بامانه قدامه وقال له يا رب اظهر لي ذاتك. عشان كده احنا لو تهدت الجبال لا نخشى، لا نخشى لو تزحزحت الارض ولو تهدت الجبال، الارض في وسطنا، الرب هو اللي في وسطنا، فلن نتزعزع لان ربنا امين وصالح. دي أنا بصلي لكل أهلي في مصر لسه معرفوش المسيح، صحابي في مصر لسه معرفوش المسيح، أنا بصلي من أجلهم بقول لهم بليز يعني اطلعوا برا القوالب اللي اتزرعتوا فيها من وانتوا صغيرين، وعودوا مع الإله الحقيقي، عودوا مع ربنا. أنا عرفت المسيح على فكرة من القرآن، معرفتوش من حتة تانية. واو. لمجرد الأمانة ولمجرد الاتضاع. لكن لو أنت جاي وشايف نفسك أن أنت أنا عندي الحقيقة الكاملة، خلاص good for you. ما هو إبليس نفسه سقط بالطريقة دي، افتكر نفسه أنه هو معادل لله. لو افتكرت نفسك معادل لله وأن أنت عندك الحقيقة كاملة، فحياتك الأبدية في خطر. إحنا كلنا عايزين نعيش، حتى الفراعنة كانوا بيعيشوا عشان حياتهم الأخرى، كل واحد فينا لازم يدور على حياته الأخرى. إحنا هنا في ترانزيت، أكيد. كم وقت بسيط هنعيشه، كم سنة، وفي الآخر عايزين كلنا نجتمع عند ربنا الإله الحقيقي. فحياتك الأبدية تستاهل إنك تقعد وتدور وتفتش، فتشوا الكتب إن كنتم تظنون أن فيها حياة، وهي تشهد لي، تشهد للمسيح. أمين أمين أختي مريم، مش عارف كيف أشكرك بصراحة. ربنا يباركك، ربنا يباركك. أنت ذكرتيني في شخصيتين، انت بتقولي ان قرأت القرآن وأمنت بالمسيح، في شخص كتب بقول بحثت عن الله، وشخص مسلم بحثت عن الله فوجدت يسوع المسيح، وشخصية أخرى كانت داعية هو انتقل يعني عند الرب، بس متذكر قصته من زمان لما سألته شو اللي جذبك للمسيح، كان جوابه طبعا بالنسبة لي صادم، قال لي القرآن. قلت له ليه؟ قال لي قرأت القرآن أصبحت مسيحيا. طبعا أنا ما بعرف، أنا بآمن مثلك إنه الإيمان هو عن طريق إعلان، وإنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح.
مبروك عليك يسوع أخت مريم، وأنا بشكرك أنت حكيتي كلمات جوهرية اليوم، وفعلا بصلي من كل قلبي أن رب يفتح العيون والأذهان حتى نأتي إلى معرفة المسيح الكامل الجميل. أشكرك حضرة القسيس، ورب يباركك ويبارك خدمتك. ويبارك تحياتي، مع السلامة. الله يسلمك.